أنا القصة دي جازت لي، ودي يعني سبحان الله في أمور ما هو تكاسل منا أو عدم التفات، كبير السن اللي تتوفى زوجته ولا سبحان الله يصير عليها أمر من أمور الدنيا، يجب أن أبنائه يلتفتون له يعني. يعني تلقاهم يظنون خلاص يأكل ويشرب هذا وبس، ترى من أبر البر أنك تشوف سعادة أبوك وين تلقاها. فالقصة اللي أنا بقولها هي قصة الحقيقة مؤثرة جدا، يعني هي حدثت في الأحساء. هذا رجل من تجار الأحساء الكبار ومرضت زوجته مرض سبحان الله شديد، وهو عمره قبل 70 ب3 سنوات، يعني مثل ما تقول 67، وتاجر وعنده خير ومنظم تجارته تجارة العود والطيب، وكان يعني سبحان الله يعني تعرف الرجل يحتاج إلى مرأة ترعاه مهما بلغوا البنات ومهما بلغوا الأبناء من البر ومن هذا، في أشياء خاصة ما يعرفها إلا الزوجة. تعرف الزوج سبحان الله كبير في السن ويحتاج من ترعاه، والأبناء ما التفتوا لهالموضوع، ما سبحان الله يعني قل إدراك، ما حد نبههم، أمهم مريضة وأبوهم يجي يروح منكسر والأم ما هي في وعيها. فذاك اليوم سبحان الله راح لأندونيسيا بيجيب عود، اي نعم، يقول لهم جيت اندونيسيا وتقاول لي، يقول عرف انا التجار اللي يشتري منهم، يقول عندهم طريقة نشتري الشجر كامل، نروح للغابات في شجر معمر له 60-70 سنة، طبعا يزرعون اجدادهم وهم يزرعون لابناء ابنائهم لهم طرقهم. فيقول شفت لي كم الشجرة وشريتها. فأثناء ما هم يقصون لي الشجر هذا ونوديه للعائلات اللي تنظفه وتزينه، يقول جيت للعائلات هذه ولا هي سبحان الله هي وأطفالها وعائلات كبيرة، يعني هذا عنده العود اللي من الدرجة الأولى، هذا الدرجة الثانية يعرفونه من خلال قطع الشجر. يقول شوف لي حرمة تصلي ولا مو بوقت صلاة. فأنا ظنيتها يعني ما غير تسجد، قلت له وش تصلي هذه؟ قال تصلي الضحى. يقول والله فرحت أن في حرمة في هالغابة تصلي الضحى. فيقول والمرة فيه كبيرة، يقول سنها لانت نفسي لها. فقلت للمترجم قل هذه متزوجة ولا مين متزوجة؟ قالوا والله انها مطلقة وما ادري متوفين زوجها. قلت تقبل فيني اني اتزوجها؟ فاخطبوها من ابوها، ابوها كان موجود من ضمن الناس اللي ينظفون العود. قال الابو ليش اخترت هذه؟ قال والله شفتها على صلاة الضحى تصلي الضحى في الغابات جازت لي يعني. قال والله انك مبروك وهي مبروكة، هي اطيب بناتي. ما شاء الله. سبحان الله دفع له ما ادري 5000 ريال وتزوجها. وخذ له مثل ما تقول غريفتر عندهم ودخل على المرأة وصار يشرف على تقطيع العود، لأنه ترى مهم جدا موضوع من ارتفاع سعر العود، ترى في تنظيف وتقطيعه، ترى مو في نفس شراء الشجرة. يا سلام. يقول سبحان الله قعدت واستأنست مع المرأة، لا تعرف عربي ولا تعرف ولا هو يعرف ولا تعرف انجليزي، يعني ما تعرف إلا لغتها فبالإشارة، لكنها جاز لي دينها. قعدت معها كان المفروض أجلس أسبوعين، قعدت شهر ورجعت لديرتي وعلى وضعي. توفيت أم عيالي في الديرة، يقول فتحنا العزاء وصرت أنا أروح وأجي على هالمرأة، والمرأة طيبة وبخير، وأنا استأنست رجهنيت، بس إني صرت زياراتي لأندونيسيا ولا علمت عيالي كثرت. إيه نعم، وعيالي ما انتبهوا إلى الآن. عيلت؟ لا ما جاء شيء، بس يقول إني أخذها أروح بها جاكرتا وهذا، والمرأة طيبة وستيرة وتتعب يعني بعباتها. يقول يوم جاء ذاك اليوم سبحان الله وأرجع للحساء، يقول عندي عيالي، يقولوا وجاني مرض وخفت من هالمرض، واكتب وصيتي ومن ضمن الكتابة ذكرت أنكم مرتبوا. أنا يقول أقدر أطلقها بس ما يجوز شرعا أنك تطلقها بدون سبب، لأنها يعتبر كيدي وحرمان من الميراث. الميراث صح. وناديت ولدي الكبير، قلت يا ولدي لو صار علي من أمور الدنيا ترى لكم مرتبوا في هالديرة، وهذا وضع وهذا وضع. قال أبوي معرس؟ قال والله بالحلال يعني ما الإنسان يعني. فأخذت لي 4 أشهر أو 5 أشهر سبحان الله توفي. هنا بدأ دور الأبناء، اجتمعوا وتربونا معرس وهذا وضع وهذا، قالوا لازم شرعية يعني. فيوم اجمعوا المبلغ صار رصيبها 2,500,000 ريال في هالحدود. ما شاء الله. طلعوا 2 من العيال وسافروا لها في أندونيسيا في القرية، القرية دائية في وسط غابات. يوم جو هي ما تدري
وين فلانه؟ قال هذه فلانه، جو وسلموا عليها وقالوا ترى العلم سلامتك، ترى احنا عيال الرجال هذا، وين ابوكم؟ قال قامت تبكي، يقول بكت بكاء عجيب يعني. الله المستعان. توفي ما جو لابوها واثنين كبار في القريه وقالوا احنا عندنا ميراث المراه وهذه وهذا حصر الارث وهذا الصك من المحكمه عندنا، وترى نصيبها 2.5 مليون. مبلغ كبير جدا عليها يعني شيء. فسبحان الله وافقت وخذت المبلغ وقالوا لها احنا ترى حاضرين اي شيء، وهذا ارقام تلفوناتنا، ودعوا منها. يقول اخذنا 2 أو 3، واحد من العيال راح لاندونيسيا قال بروح اسلم عليها صله في ابونا. يقول يوم جينا له في نفس غرفتها، يمكن كبرت المزرعه، عندها مزرعه كبرت شوي لكنها مات. جيتها قلت يا فلانه انت يعني ما شاء الله حصلتي مبلغ كبير، ليش لازلتي ساكن؟ كان نقلتي المدينه؟ قالت لا والله عند اهلي وجماعتي. وين وديتي المبلغ؟ قالت راح في طريقه. تقولها فيما معناه، يقول معي مترجم. الله اكبر. قلت وش في طريقه؟ ما علمتني، حاولت ما علمتني. جيت لابوها مسكته قلت المراه عندها فلوس وين راحت يعني؟ انا ماني بسال. قال والله بنت مركز. سلام. الله اكبر. وش المركز؟ قال والله بنات القريه محتاجه مدرسه تحفيظ ومدرسه. يقول جينا ولا مركز بن فلان بن فلان الفلاني. يقول احنا ما سوينا لابونا. الله اكبر. مركز باسم زوجها. الله اكبر. اي والله يا ابو اي والله سمعت القصه هذه صحيح. اي نعم. يقول حطت مركز باسم زوجها وابنائه وزوجته. ولا في طال عمرك مدرسه اولاد ومدرسه بنات وطال عمرك اي حطت دكاكين ريعها على الدعاء اللي قائمين على المسجد وعلى إمام المسجد. يا سلام. وش المرأة هذه من وين جت هذه؟ فسبحان الله. يقول حتى ذكر الأبو قال إن كل القرية اللي فيها أعطت كل بيت 1000 دولار، وزعت عليهم هدية هذه 1000 دولار. يقول والله وقبل رأسها وتشكر منها. ويقول قلت والله الشيء اللي أنت سويته، قالت أنا أدور الآخرة. الصلاح كله بركة. أيوة. فسبحان الله. يقولوا المركز قائم هناك في المنطقة. يقولوا المرة لا لا حية موجودة والرسائل. أنا في زيارتي الأخيرة يعلموني القصة هذه ناس. يا سلام. يا سلام. فالشاهد سبحان الله يا أخوان، أنا أبي أشير إلى موضوع مهم اللي بديت فيه. لما تشوف والدك وتشوف كبير في السن عندك محتاج إلى عناية، زوجته مريضة، زوجته متوفية، بادر لأبوك. هذا من أبر البر. مو سواليف انك عايش معه تجيب له هديه ولا تجيب له ولا تمزر جوله ولا تجيب له اكل. هو ما يبي هالشيء هذا. في امور داخليه ما يفهمها الا الانسان النبيل. وترى ربي سبحانه وتعالى حط عند العيال بعضهم نباهه يشوف حاجه ابوه الداخليه. بادر انت بيدك لا بيد عمر. لا تخليه هو يروح يدور شيء ما تبونه انت. يا سلام. يا سلام. اخطب له، شوف له مرته مناسبه له. انت عارف ان ابوك وعارف ان عاداته وعارف تقاليده وعارف الاشياء اللي يحب. تلقى لها مرت ستيره وتخطبها لابوك. والله العظيم يمكن دعوه نص الليل والفرح اللي دخلتها فيه ان الله يستجيب كل شيء لك. هذا اللي احب انوه علينا. ضروري يا اخوان تنتبهون لاباكم، تنتبهون للناس كبار السن اذا كان عنده مرت مريضه ولا مرت ترى يحتاج مثل ما يحتاج اي انسان. اسال الله العلي العظيم ينفع بهذا.